عايز اشوف دكر بقى يجي يشيل حاجتي. الكلام ده حصل يا حنه؟ حصل يا بنت ال... حقك عليا، وشها قدامك، خدي حقك. عارفه حسك حنه بنت توحيد مراتي كده هتموتها كبير. وعلا وراك ايه؟ انت مش مؤمن. في الحلقة اللي فاتت اتجمع العتاولة في ظهر بعض من تاني عشان يرجعوا عم خميس، وراحوا لعيسى، بس للأسف رجالة عيسى حاصروهم من كل مكان. ايه اللي حصل مع خضر ونصار هنعرف دلوقتي. لما ظهر عيسى قال لهم لو رجعوا حاجته هيسيب عم خميس، فرد خضر وقال له يرجع عم خميس وبعدين يحلوا المشكلة دي بينهم وبين بعض، ونصار كمان قال له انه مش هيمشي من هنا غير مع عم خميس. لكن الغريب ان عيسى قال لهم انه رجع عم خميس مكانه تاني، وان هي دي المرة اللي هيتعامل فيها معاهم بالاصول، وحاجته لازم ترجع النهاردة. وراح نصار لعم خميس واعتذر له عشان اللي حصل له كان بسببه، وفضل عم خميس يقول له يسيب الطريق اللي هو ماشي فيه. سعد بقى كان لسه بيدور في بيت سترة على الذهب، وفجأة جت سترة هي والشغالة وشادية وشافوه في البيت، وعاطف كان معاه. أول ما شادية شافته أغمى عليها، وفضل عاطف يتوه في الكلام عشان يخبي على سعد. راح نصار وحنة لعم خميس وبدأوا يرجعوا البيت زي ما كان لعم خميس. أما بقى عيسى فقال لسعد يروح يفضح شادية قدام الناس كلها. نصار وحنة لما رجعوا لبيتهم لقى سترة وقطة وخضر واقفين في الشارع، وسترة قالت لنصار ان حنة مش هتدخل البيت عشان هي ضربتها بالقلم، فاتدخل خضر وقال لامه يبقى لازم تضربيها 100 قلم ولازم تتأدب. فسأل نصار حنة وقال لها فعلا ده حصل؟ قالت له ايوه. فراح خضر يضرب حنة، لكن نصار وقفله وقال لامه اللي تحكمي بيه هيتنفذ بس عليا انا. لكن حنة اتأسفت لها وقالت لها اضربيني وخدي حقك. سترة بقى قالت لها مش هضرب مرات سيد الرجاله. يا ترى سترة ناويه على ايه هنعرف بعدين. اما بقى عيشة راحت لنصار واخدت التحاليل معاها، وقالت له ان ده الاثبات ان فارس مش ابنهم، وانها دورت على ابنهم الحقيقي ولقيته لوحدها، وقالت له يشوف بقى هيعمل ايه. نصار بقى راح لوالد الطفل الحقيقي وقال له انه زيه بالظبط مش مصدق الكلام ده، لكن التحاليل اثبتت ان ده ابنه. لكن والد الطفل قال له حتى لو هو طلع ابني هعتبره مات، وان مالك ابني بالتبني. نصار قال له مهما حصل هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ابنه، وسابه ومشي. سبتي ودينا كانوا قاعدين مع بعض، فشافتهم نجاة وهما مع بعض وحست ان في حاجه بينهم، فتعصبت نجاة على سبتي وهددته انه لو عمل حاجه لبنتها ممكن تقتله، وطردته من البيت. راح نصار لعم خميس وقال له ان فارس مش ابنه ومش عارف يعمل ايه مع اهل الولد الحقيقي، ودي اول مره عم خميس يكون مش عارف يرد عليه ويقول له ايه. اما بقى عن عيسى فراح يشوف فرج، لقى الدكتور نايم عنده فضربه واتعصب عليه عشان فرج لسه مصحيش لحد دلوقتي. وفجأة وهو متعصب عليه فاق فرج وقال لعيسى ان حنة هي اللي عملت فيه كده، وقتلوا عيسى بعد ما قال له كل ده. وانتهت الحلقة. تفتكروا عيسى هيعمل ايه في حنة؟ هنعرف الحلقة الجاية.